السلام عليكم اخواتي، ومرحبا بكم معي في القناة ديالي. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. هاد الفيديو هذا جبت لكم هاد الكيكات الشوكولاتة اللي كتجي روعة. بقاو معايا في المقادير وطريقة التحضير. بالنسبة للمقادير عندي هنايا 3 البيضات بدرجة حرارة المطبخ او درجة حرارة الغرفة، عندي هنايا كأس السكر سنيدة مع مارشين، وعندي كأس الزيت النباتية حتى هو مع مارشي، عندي هنايا قبصة الملح، وعندي ملعقة صغيرة الخل، وعندي هنايا واحد جوج الملاعق بودرة الكاكاو المر، وعندي واحد الخميرة فئة 15 غرام، عندي منها غير جوج الملاعق، وهذه عندي هنايا كأس ونصف الدقيق. صافي بقاو معايا في الطريقه. نبداو على بركه الله. عندي هنايا 3 بيضات غادي نعملهم الاوليا، نضيف عليهم كاس مع مرشيط السكر، وغنبدا نطربو مزيان. غنبقى نضرب فيهم حتى يذوب السكر، صافي. دابا ها هما من بعد ما ذاب السكر كما كتشوفوا، دابا غنضيف عليهم هاد الزيت، وغنضيف ديك قبيصة د الملح، دابا نضيف عليهم هاد ملعقة الخل. دابا نضيف الدقيق، وغنضيف الكاكاو ديالنا عندي، صافي. دابا كنت خليت تقريبا ملعقه كبيره الدقيق، غنضيف عليها واحد جوج الملاعق د الخميره اللي عندي من الحلويات، وغنضيف من هاد الخليط ديالنا. صافي غنكمل بالتخليط هيدا. هاكي جا القوام ديالو كما كتشوفو، ها هو مكيجيش يتقيل، خصو من الأحسن يكون خفيف شوية. صافي دابا غنجيبو المول ديالنا، لي كندهنوه بالزبدة أو الزيت، وكنرشو فيه الطحين،
صافي وطبعا ندخلوها الفرن ومن بعد نرجع معكم. صافي ودابا من بعد ما وجدت بعد ما خرجناها من الفرن ها هي دابا غادي نسقيها شويه بعد نسقيها هنايا بهاد المتنايا الحليب بالكاكاو او بغيتو بالكولاكاو اللي بغيتو سقيوها به سقيوها سقيوها اي حاجه كتعجبكم. انا حيت هي الشوكولا مثل الحليب والكولاكاو. صافي غنخليها حتى تشرب هاد السقا هذا. ديك الساعه نرجع معكم باش تشوفوا باش غنزينوها ان شاء الله. بالنسبه للكريمه اللي غنزينوا بها عندنا هنايا كاس العنباد كريمه الخفق كريمه السائله. انا كانت عندي بارده شفتها من الثلاجه وعندي نص كاس العنباد السكر كلاسي وهذا واحد ملعقه كبيره الكاكاو المر درس الكاكاو المر. صافي ها هي من بعد ما مخفقناها ها هي كشكيش الشكل ديالها. بالنسبه للتزيين عندنا هنايا هاد الكريمه اللي خفقناها هي وعندي هنايا الشوكولا عاديه حكيته او بشرته ها هي. صافي دابا غنمروا للتزيين. صافي ودابا غادي نرش عليها هاد الشوكولا اللي عندي.
هي من بعد ما زيناها كيفاش كيجي الشكل ديالها. صافي ها هي من بعد ما قطعتها، انا غادي نجبد واحد الطريف تشوفوها كيش كيجي من داخل. كيفاش كيجي الشكل ديالها صراحة كتجي رائعة. هاد الكيكة هادي كيجي المنظر ديالها بزاف، و حتى المذاق حتى هو كيجي مزيون. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. اذا عجبكم هاد الفيديو هذا ضغطوا على زر الاعجاب، واللي باقي ما اشتركش معايا في قناة اشتركوا معايا مرحبا بكم، وفعلوا الجرس باش يطلع لكم كل جديد ديالي ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، إذا فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.